جولات مشتركة لجهاز الأمن الوطني ودائرة البيطرة لمتابعة مزارع الدواجن غرب المحافظة، خصوصا مع إعلان دولة الكويت تفشي وباء إنفلونزا الطيور وإعدام أكثر من ربع مليون دجاجة في حقول الوفرة والعبدل التي لا تبعد عن حقول الدواجن العراقية سوى بضعة كيلومترات. خاصة الكويت، احنا كصفوان يعني احنا الحدود مجاورة إلها، يعني بعد مسافات قريبة. تعرف هذا الفيروس يجي عن طريق الحشرات، يجي عن طريق الطيور، يجي عن طريق البشر. الفيروس من نوع يغير العترة مالته، يعني مو عترة واحدة، فلهذا صعب انه يسيطر عليه اللقاح. بس ما ننفي انه اكو عتر ياثر عليها اللقاح، وقسم جاي يلقحون قسم ما يلقحون، يعني ماكو سيطره تامه على المرض. الفحوصات الطبيه اثبتت خلو هذا الحقل من الاصابه بالفيروس، لكن يبقى القلق البالغ من ان تنتقل العدوى الى حقول غرب البصره، فيما يؤكد اصحاب المزارع ان تفشي الوباء قد يكون من افراخ الدجاج المستورد لدى بعض دول الجوار. طير عراقي ما اخاف منه، كطير عراقي ما اخاف من عنده، لان ملقح بايدي انا وملقح داخل العراق. بالدول الاخرى الطير المستورد من دول اخرى، يعني حسب رؤيتهم وحسب كلام الدكاتره يقولون الدول الباقيه ما تلقح هذا الفيروس، فانا كمطمئن طير عراقي ملقح. جولات تفتيشية مشددة من قبل الدوائر الصحية المعنية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني لمتابعة ملف تفشي فيروس إنفلونزا الطيور، خصوصا بعد أن أعلنت الكويت التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن هذا المكان عن وجود الفيروس. فهل ستكون محافظة البصرة بمنأى عن انتشار ووصول الفيروس؟ لقناة دجلة، حسن مظلوم، البصرة.